بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله سنتناول درسا جديدا بعنوان جداء عددين جذريين. مثلا 3 على 5 في 15 على 4. إذن بالنسبة للطريقة يعني العادية والاعتيادية، 3 على 5 في 15 على 4 يساوي 3 في 15 على 5 في 4. يعني نضرب البسط في البسط والمقام في المقام ثم نحسب 3 في 15 45، 5 في 4 20، ثم بعد ذلك نختزل 45 يقسم على 5 ثم يقسم على 9، بالنسبة لعشرون يقسم على 5 ويقسم على 2، يقسم على 4. إذن القاسم المشترك 5، إذن 45 مقسوم على 5 يساوي 9، 20 مقسوم على 5 يساوي 4. إذن نحسب بهذه الطريقة أو نختزل قبل الحساب. إذن 3 على 5 في 15 على 4 يساوي، بالنسبة للاختزال إما نختزل بهذا الشكل أو نختزل بهذا الشكل. إذن نلاحظ يعني الأعداد 3 5 15 4، بالنسبة ل 15 و 5 هناك يعني كاين قاسم مشترك بينهما، نقسم على 5. إذن إذا قسمنا 5 على 5 تعطي 1، 15 إذا قسمنا على 5 تعطي 3. نعم يساوي، إذن 3 في 3 يساوي 9، 1 في 4 يساوي 4، يعني الحاصل مختزل نفس الناتج. ننتقل إلى عملية أخرى، 1.3 في 2 على 3 يساوي، بالنسبة ل 1.3 يجب أن نتخلص من الفاصل. إذن 1.3 يساوي 13 على 10 في 2 على 3 إذن 13 في 2 26، 10 في
ثلاثة يساوي 30. يمكن أن نختزل 26 تقسم على يعني 2 وعلى 26، 30 تقسم على 5 وتقسم على 2، إذن 2 هو القاسم المشترك، إذن تساوي 13 على 15. ويمكن أن نختزل يعني قبل الحساب. نعم، إذن 1.3 في 2 على 3 يساوي 13 على 10 في 2 على 3. إذن نلاحظ الأعداد 13، 10، 2، 3. بالنسبة لعشرة واثنان هناك قاسم مشترك هو 2، إذن يساوي 10 و2 يشتركان في قاسم، يعني لهما نفس قاسم مشترك وهو 2. إذا 10 مقسوم على 2 تعطي 5، و2 على 2 تعطي 1. إذا 13 على 5 في 1 على 3. 13 في 1 13، 5 في 3 15. إذا ننتقل إلى بالنسبة للضرب فهو تبادلي، يعني 13 في 10 على 10 في 2 على 3، أو نبدأ ب2 على 3 في 13 على 10.